صباح عليكم بالخير في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى، وإن شاء الله اليوم تستمتعون معنا بالعديد من المواضيع والفقرات المهمة، وأبرزها يمكن راح نتكلم عن كثير من المحاور المهمة خصوصا لدعم الشباب وكثير من الأمور والمبادرات اللي تقوم فيها كثير من مؤسسات الدولة، مجهود كبير قاعدة تقوم فيه لتدعم الشباب في مثل هذه المبادرات وغيرها من الأمور اللي قاعدة تقوم فيها الدولة خصوصا في هذه الفترة، وهي فترة جدا حساسة نعيش فيها بدولة الكويت والعالم أجمع بظل انتشار جائحة كوفيد-19، إلا أن نلاحظ أن لا زالت هناك كثير من الأنشطة والأمور اللي تهم الشباب لدعم طبعا الشباب، وأيضا دائما وأبدا دولة الكويت مشجعة للأعمال الشبابية وأيضا دعهم في شتى المجالات. اليوم إن شاء الله راح تكون عندنا كثير من المواضيع والفقرات المهمة واتصالات ولقاءات إن شاء الله راح تكون مباشرة، تابعونا من بعد هذا الفاصل. ضيفتنا القادمة أماني العيسى عضو فريق البناء البشري. ضيفتنا القادمة خديجة إبراهيم بوعباس اختصاصية علاج اضطرابات النطق واللغة والبلع. متى ما وجد القانون وجد التنظيم والنظام، ومتى ما تثقفت بالقانون كانت مصلحتك في الأمام. معاكم المحامية حوراء الحبيب، الفقرة القانونية في برنامج شاي الضحى. رجعنا معكم مشاهدينا ومكملين فقراتنا في شاي الضحى، واليوم إن شاء الله راح تكون معنا الدكتورة وجدان العقاب وحديث حول مبادرة الهيئة العامة للشباب بشأن إعداد استراتيجية وطنية للعمل التطوعي وتشجيع الشباب على التطوع في الهيئة. نرحب بالدكتورة وجدان العقاب، صباح الخير وحياك الله معنا في شاي الضحى. هلا والله، صباح الخير اسماء، شلونك؟ الحمد لله تمام وعساك بخير ان شاء الله، لان فعلا مثل هذه المبادرات مهمه جدا للشباب. حابين نتكلم عن مبادره الهيئه العامه للشباب في عمل استراتيجيه وطنيه للعمل التطوعي. في البدايه احنا يعني نحب نشيد ونشكر بوزاره الهيئه العامه للشباب بهذه المبادره، خاصة أن راح يكون لها آثار إيجابية كثيرة على العمل التطوعي في الكويت. نعم. الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي هي مبادرة من مركز العمل التطوعي والهيئة العامة للشباب، دعت لها بمشاركة الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. طبعا هم تم إطلاقها في 5 ديسمبر 2019 السنة اللي فاتت. نعم. 5 ديسمبر يصادف اليوم العالمي للتطوع، فتوقيت مناسب لإطلاقها، وإن شاء الله إن على 5 ديسمبر الجاي تكون جاهزة بمساعدة يعني ومشاركة العديد من الجهات. نعم نعم إن شاء الله يا رب، وخصوصا في هذه الفترة دكتورة شلون راح تقومون في هذه المبادرة؟ شو هي الأمور اللي جهزتوا لها خصوصا نحن الحين في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، كثير من الأمور اللي ممنوعة مثل التجمعات وغيرها، فشلون راح تكون خلينا نقول هذه المبادرة؟ شنو هي الأمور اللي مجهزينها؟ شوفي، هي بالنسبة حق كوفيد-19 هو بحد ذاته تحدي يعني. صحيح. الاجتماعات، المبادرات كلها الحين اعتمدت جانب الأونلاين، يعني تعتمد على التقنية والتكنولوجيا. نعم. على أعلى مستوى.
لأن في النهاية التجمعات أو التقارب الجسدي بين الناس والاجتماعي هذا راح يتسبب يعني استفحال حالات كوفيد 19. لكن احنا في هذه المبادرة هي في البداية اجتماعات لوضع استراتيجية، فما راح يكون في حاجة إلى يعني ما راح يكون في خطر على المجتمعين، لأن يسهل التحكم في التباعد الاجتماعي فيما بينهم ما إلى ذلك. نعم نعم، ربي يوفقكم إن شاء الله، خصوصا في هذه الفترة مهم جدا أن تتواجد المؤسسات لدعم الشباب وما يقف دورها حتى لو كنا نعيش في ظل هذه الجائحة. طيب دكتورة، خلينا نعرف دور الجمعية الكويتية لحماية البيئة لمبادرة الهيئة العامة للشباب بشأن إعداد استراتيجية وطنية للعمل التطوعي. والله شوفي، في البداية يكفي أن مشاركة جمعيات النفع العام في وضع بنود أو المشاركة في عمل أنها تكون في ضمن فريق عمل الوضع الاستراتيجية مثل هذا راح يساهم في تحديد أولويات، صلاحيات، الأمور اللي فعلا حتى يتم تحديد فيها الإيجابيات والسلبيات في العمل التطوعي، يتم تحديد فيها المعوقات وكيفية تخطيها. طبعا هذا لأن يعتبر المجتمع المدني هو أساس العمل التطوعي في دولة الكويت وغيرها من الدول، فبالتالي إحنا إن شاء الله يعني هذا النوع من الاستراتيجيات راح يكون له أثر إيجابي جدا على توجيه المتطوعين من الشباب في مختلف المسارات عشان تكون متناسبة ومتوافقة مع إمكانياتهم وقدراتهم. فتبني مثل هذه صراحة المبادرة استراتيجية وطنية راح تثري مسيرة العمل التطوعي في الكويت. نعم بالتأكيد، وخصوصا الدعم لابد أن يكون كامل للشباب، أن كل واحد يقدر يقوم بدوره على أكمل وجه، خصوصا لما يلقى في جهات قاعدة تدعمه. شنو هي خططكم إن شاء الله المستقبلية دكتورة وجدان؟ إحنا إن شاء الله راح نكون مع فريق الميسرين للاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي. نعم. إحنا في اجتماعنا معهم ناقشنا كثير من إنجازات الجمعية على أكثر من صعيد، سواء كان تشريعي، تعليمي، توعوي، إعلامي، مؤسسي، مجتمعي، بيئي، يعني حتى على الصعيدين المحلي والإقليمي. نعم. طبعاً إحنا يسرنا جداً أن إحنا راح نكون معهم في هذه الاستراتيجية. بعد إتمامها راح يكون إن شاء الله لها القدرة على الاستفادة من الشباب، بحيث إن إحنا نستقطب اهتماماتهم ونستفيد استفادة القصوى من الإمكانيات اللي عندهم. نعم. وقد يكون أهم ما يساعد على النجاح مثل هذه الاستراتيجية هو بنود وجود بنود تعزز استدامتها. تواجد ومشاركة مؤسسات مجتمع مدني في وضع هذه الاستراتيجية احنا نشد على يد الهيئة العامة للشباب وعلى هذه المبادرة، فبالتالي ان شاء الله نتوقع بان تكون مخرجاتها ونتاجها عائد بما يعني نأمل ونطمح بان يكون في تحسن في العمل التطوعي في دولة الكويت، علماً بأن دولة الكويت الحمد لله رب العالمين يعني سباقة دائماً في العمل التطوعي والإنساني. نعم بالضبط، وإن شاء الله ربي يوفقكم على كل عمل قاعدين تقومون فيه. دكتورة كل الشكر لك دكتورة وجدان العقاب على هذه المداخلة، ويعطيكم ألف عافية، إن شاء الله ربي يوفقكم في كل هذه المبادرات اللي تقومون فيها. مشكورين وما قصرتوا، وإحنا ودنا من بآخر دقيقة نحن نشكر فريق الميسرين بكل أعضائه على جهودهم الخفية يعني اللي يحاولون بقدر الإمكان إنهم يجمعون أكبر عدد ممكن من الأعضاء الفريق من مؤسسات المجتمع المدني للحصول على أكبر فائدة. نعم، وأكيد الشكر موصول لكم على هذه المبادرات وكل الدعم للشباب، يعطيك ألف عافية، شكرا لك دكتورة. الله يسلمك، شكرا، حياك الله. إذن مشاهدينا راح ننتقل معاكم إلى فقرتنا القادمة مع الزميلة هديل المسيليم، واليوم راح تكون عندها قصة جديدة من قصص النجاح وشون الإنسان بإرادته يقدر يوصل لكل طموحاته. تابعوها.
صبحكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله. اليوم من خلال فقرة إرادة راح نتكلم عن إحدى الفرق التطوعية، فريق بالإشارة، اللي يضم مجموعة من الصم وأيضا معلمات لغة الإشارة، اللي من خلال احتكاكهم مع فئة الصم اكتشفوا أنهم عندهم مواهب وأيضا طموحات كبيرة، بس مو عارفين يحققونها بسبب عدم قدرتهم على التواصل مع شريحة كبيرة من المجتمع، وأيضا عدم قدرتهم على توصيل رسالة للمجتمع. أهداف الفريق هو تمكين فئة الصم من العيش حياة طبيعية في المجتمع من خلال نشر لغة الإشارة، وأيضا القيام بعمل دورات للغة الإشارة بحيث يتم تمكين أكبر شريحة من المجتمع باستخدام لغة الإشارة للتواصل مع فئة الصم. ومن إنجازاتهم هو تمثيل الكويت في أسبوع الصم العربي في مملكة البحرين، والقيام بفيديو لنشيد الكويت الوطني بمشاركة عدد من الشخصيات، وأيضا قاموا بعمل دورات في مركز خدمة المجتمع في جامعة الكويت للغة الإشارة اللي شارك فيه مجموعة من الطلاب والطالبات، وأيضا القيام بدورات للأطفال لجميع الأعمار لتعلم لغة الإشارة. وفي خلال أزمة كورونا في الحظر الكلي وأيضا الجزئي قاموا باستغلال هذه الفرصة وأنهم سووا مسابقات عن طريق السوشيال ميديا، ويشارك فيها كثير من مشاهير السوشيال ميديا لنشر لغة الإشارة. اليوم نقدر نقول أن فريق بالإشارة إحدى رواد الفرق التطوعية اللي قدروا أنهم يوصلوا رسالتهم عن فئة الصم ونشر لغة الإشارة لأكبر شريحة ممكنة. في الختام رسالتهم هي تمكين فئة الصم من العيش حياة طبيعية وسليمة، واستغلال كافة قدراتهم ومواهبهم لخدمة هذا المجتمع. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة. في الختام طبعا نحب نوجه تحية لفريق بالإشارة ونقول لهم شكرا على هذه الرسالة. نشكركم حسن المتابعة، مع السلامة. رجعنا معكم مشاهدينا مكملين فقراتنا في تشاي الضحى. ننتقل إلى موضوعنا القادم تحت رعاية معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل. أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حملة حياتهم غالية بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفريق البناء البشري للتنمية الاجتماعية ومشاركة القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. بتفاصيل أكثر عن حملة حياتهم غالية وشون أن هناك فئة فعلا غالية علينا تحتاج كل الدعم، يسرنا أن احنا نستضيف في هذا اللقاء القادم مع الأستاذة أمان العيسى عضو فريق معهد البناء البشري. صباح الخير وحياك الله معنا في تشاي الضحى. صباح النور أستاذة أسماء، وشكرا لكم الاستضافة وتسليط الضوء على هذه الحملة الأولى من نوعها بدولة الكويت. حياك الله معنا أستاذة، وإحنا فعلا نتشرف فيك خصوصا هذا الموضوع فعلا وايد مهم. في البداية خلينا نتعرف على الفريق وشون تأسس. الفريق كان يعمل من سنة 1999. نعم. كان يعمل بشكل تطوعي مع الفئات الرعاية الاجتماعية. نعم. لكن أنشئ المعهد بشكل رسمي 2018. نعم. هو طبعا كان أول معهد نوعي كويت بالكويت، إنه هو غير ربحي، وانطلق من فريق البناء البشري أثناء جائحة كورونا اللي بشهر 6 الماضي. نعم، وأكيد واجهته كثير من التحديات خصوصا في هذه الفترة الحساسة اللي مرينا فيها في دولة الكويت ولازلنا بفترة كوفيد-19. لكن خلينا نتعرف أكثر أستاذة على الهدف من هذا الفريق. احنا طبعا فئات الرعاية الاجتماعية تندرج تحتها أكثر من فئة. فئة المعاقين احنا لازم ننظر لهم ان هم أشخاص لهم أقول شكل معين، لازم يكونون فعالين في المجتمع سواء كنا في أزمة أو من غير أزمة. الفريق هذا التطوعي تابع طبعاً للهيئة الخيرية الإسلامية اللي هو فريق البناء البشري، يهدف لتحقيق العدل والمساواة ويمكن فئات الرعاية الاجتماعية بما يضمن لهم توفير سبل العيش الكريم. يعني إحنا أثناء الأزمة تطوعوا ومارسوا حقهم الاجتماعي والإنساني بأنهم يكونون جزء من هذا المجتمع.
فاحنا نسعى انهم دائما يكونون فعالين بدل ما انهم يكونون مجرد انهم عندهم اعاقه ويعني اشخاص مهملين بالمجتمع. نعم استاذه اماني، شو اللي شفتوا انهم يحتاجون له والشيء خلينا نقول اللي دفعكم انكم فعلا تاسسون هذا الفريق؟ هل في امور معينه او مواقف مريتوا فيها مع اخواننا من ذوي الاعاقه حسيتوا لابد ان يكون في فريق يسلط الضوء عليهم اكثر؟ طبعا انت اليوم اسماء اكيد شفتي كم من الاشخاص ولياء الامور كان يصور عياله او مثلا كان يصور ولده، انه هو تدري من شهر اثنين لما انقطعوا ما يروحون المدارس، ما كان في تدخل. هذول الاشخاص يحتاجون دائما الى دعم نفسي وتدخل، مثلا علاج نوط، قد تدخل تعديل سلوك. لما يقعد هذا الشخص بالحضر ما يقدر يستوعبه مثل الشخص العادي. صحيح. فاكيد راح تكون له تبعه. فهذا الهدف، ان احنا لما اسسنا الفريق ان احنا اول حمله مثلا سويناها ان احنا خليناهم لا يكونون مشاركين، يصير لهم نشاط، لانه يكون طبعا ضغط على اولياء الامور ان هم يكونون في البيت 24 ساعه وما يقدر انه هو يندمج او انه يمارس نشاطه اللي كان يمارسه في المدارس الخاصه. نعم. لان كلهم يكون مدارس تعني بفئتهم. فمن هنا جاءت الفكره ان احنا لازم نسوي فريق ان احنا نساعدهم ونساعد الجهود الحكوميه تتصدى هذه الازمه. نعم. لان طبعا انت عارفه ازمه كوفيد شيء جديد مو بس على الكويت، على العالم كله. فكل مثلا دوله بقدراتها بقطاعها المجتمع المدني لازم تتساند، وكافراد نتساند ان احنا نعدي هذه الازمه بالشكل باقل خسائر خلينا نقول. صحيح. فكان من الضروري ان احنا نهتم بهذه الفئه وندعم بكل مسؤوليه مجتمعيه عندنا ومسؤوليه انسانيه، احنا ندعم حتى اولياء الامور، لان مثل ما قلت لك هم انقطعوا فتره طويله والله يعلم متى راح يقدرون يردون اصلا حتى المدارس. صحيح بالضبط، وخصوصا ان ازمه كوفيد 19 لها تبعات كثيره على حياه الفرد نفسه، خلينا نقول من امور نفسيه ممكن تاثر عليهم وعلى سلوكهم وعلى كثير من الاشخاص، ومنها حتى احنا اللي ممكن تاثر علينا حتى لو ما بينت هذه الاثار الحين، في المستقبل راح تبين كثير من الاثار. لابد ان احنا خلينا نقول كدوله وكافراد ناسس هذه الفرق اللي تقدر فعلا انها تساند الدوله وخلينا نقول تخفف من هذه الاثار اللي ممكن تترتب على اي مجتمع قائم. أنا أتفق معك 100%، إن لازم الناس يكونون واعين إن مو الحين راح تطلع علينا الآثار، راح تطلع ب 21 أكثر من الحين. صحيح. فلازم نكون واعين حتى أشخاص عاديين إن إحنا ننمي مهاراتنا، نكون مرنين ونكون واعين أكثر وندعم الحكومة بشكل أكبر. بالتأكيد، وخصوصا إحنا ممكن كل شخص إذا كان في مجال عمله يقدر يساهم، ليش لا؟ الواحد لا يوقف في مكانه، إذا كان يقدر يقدم هذه الخدمة ليش لا يقدمها؟ الإعلام وغيرها من المؤسسات قادرة أنها فعلا تدعم هذه الحملات، أنها تبينها للمجتمع والأشخاص المحتاجين أكثر أنهم يشاركون فيها ممكن يطلعون عليها. أنا الحين معاك أستاذة أماني، أكثر بودي أنك تكلمينا عن حملة حياتهم غالية ومشاركتكم ودوركم في هذه الحملة أكثر. نعم، احنا عندنا الفريق طبعا تابع حق معهد البناء البشري. انا ابي ابين حق الناس معهد البناء البشري منو اللي تحته من الفئات، لان ساعات يقولون ما نعرف يعني شنو فئات الرعايه الاجتماعيه. نعم. اسمحي لي اسماء اتكلم بالاول عن احنا الفريق البناء البشري منو اللي يخدم. نعم. يخدم عندك المسنين. نعم. يخدم الاحداث، يخدم الايتام، يخدم المعاقين اللي حاليا احنا الحمله هذه لهم، يخدم المتعافين من الادمان، يخدم المساجين وأبناء المواطنات وأبناء السجناء وأبناء البدون وأبناء الشهداء. هذه كل الفئات اللي يخدمها معهد البناء البشري. الحين بالنسبة لنا إحنا حق الحملة، الحملة هذه هي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، نوجه تحية للوزيرة وللدكتورة شفيقة العوضي، بشراكة استراتيجية مع معهد البناء البشري، إن إحنا نقدم دعم. طبعا معانا عده من الشركاء، منهم الامم المتحده، منهم قطاع خاص، قطاع حكومي، ان احنا نؤمن حق هذه الفئه الدعم النفسي للاعاقات الشديده والمتوسطه. نعم نعم. الدعم النفسي طبعا راح يكون عن طريق انك انت تحطينهم لهم برنامج، تقيمينهم، تحطين لهم برنامج. انت حتى هذول الاعاقات الذهنيه في بعض الاحيان يجد صعوبه بانه يعبر عن شنو يشعر فيه. فيحتاج دائما الى دعم نفسي، لان احنا كاولياء امور يمكن ما تكون هي مؤهله الام. صحيح. هي شاعره بولدها او بنتها انها قاعده تعاني، بس ما عندها القدره انها تساعد. فراح يكون هنا بعد هذه الحمله نسوي لهم برنامج كل واحد باحتياجه، ويقدم له الدعم
بجلسات الى ان شاء الله يا ربنا يتعافون او انهم يقدرون انهم يرجعون لحالتهم الطبيعيه اثناء الدراسه ما كانوا موجودين بالمدارس. نعم نعم يعطيكم العافيه. فعلا استاذه اماني سلطوا الضوء على فئه وايد مهم ان انتم تركزون عليها، خصوصا الجانب النفسي، وهذا الدعم الكبير اللي قاعدين تقدمونه ان الواحد ما يوقف عطاءه، وخصوصا هذه الفئه اللي قد تكون مظلومه اذا ما ركز عليها المجتمع، والحمد لله في دوله الكويت دائما تركز على اخواننا من ذوي الاعاقه. طيب ذكرتي في البدايه استاذه ان هذه الحمله مرتبطه بالظروف الراهنه لانها جاءت تزامنا مع كوفيد 19، وانها تحل يمكن جزء من هذا الموضوع ولو انه كان جزء بسيط، ولكن على الاقل الواحد ما يوقف في مكانه وما يقدر ينجز او يساهم حتى لخدمتهم. هل هناك توجه خلينا نقول لاستدامتها؟ احنا حاليا الخطه اللي وضعت ان هي تستمر لمده عام من انطلاقها، انطلقت هي يوم الخميس 24/9 ان شاء الله راح تقعد سنه، كل 3 شهور تبي يتغير الهدف. نعم. نعم يعني حاليا احنا عندنا الدعم النفسي، بعدين ممكن نسوي الدعم التعليمي، ممكن يكون بعدين الدعم الترفيهي، ورم ندخل اولياء الامور ايضا في الدورات يحتاجون الى دعم. يعني الاعاقات الشديده ربي يشافيهم ويعافيهم تختلف رعايتها عن الاعاقه يعني القليله او الاعاقه المتوسطه. نعم فيحتاجون اولياء الامور ايضا الى دعم. نعم، وتحتاجون كل فترة تسوون دراسة على شنو هي الأمور اللي لابد أنكم تركزون عليها، مثل ما ذكرتي كل 3 أشهر تتغير الأحداث بشكل سريع، والأمور عندنا في العالم مو بس داخل دولة الكويت خصوصا مع جائحة كوفيد 19، ما احنا عارفين شنو هي التغيرات اللي راح تطرأ على هذا الموضوع. هل خلينا نقول احنا طبعا اللي نتمنى أن تعدي هذه الأزمة على خير، ولكن ما يصير احنا نوقف. آمين يا رب العالمين. طيب خلينا نتكلم أكثر عن احتياجات إخواننا من ذوي الإعاقة، واجبنا كلنا بالمجتمع أن احنا نوقف معاهم بالتأكيد ومساندتهم بشتى الطرق وتقديم كل الخدمات. إيش كثر مهم دوركم اليوم في هذه الفترة الحساسة أنكم أنتم تنشرون الوعي حتى بالنسبة للمجتمع وأيضا داخل الأسرة. الحين احنا طبعا يعني تقريبا عندنا بالكويت إذا نطالع بس المسجلين في الهيئة هم 55 ألف معاق بالكويت، تختلف إعاقاتهم ولكن احنا عندك انت 55 ألف. الإعاقات الذهنية اللي هي الشديدة والمتوسطة 18 ألف. انت هذولا طبعا لازم يكون هذا الحق المعاق علينا احنا كأولياء أمور، سواء او كمجتمع او كحكومة، احنا ندمجه في المجتمع ما تعزلينا. وان لازم ندعم الحكومة توجهاتها ان هي مثلا والله تقدر حقوقهم المدنيه والانسانيه، ان احنا ندعمهم بالمساهمه، سواء انك انت بالمساهمه. احنا عندنا في 3 روابط، في عندك مساهمه ماليه ولو بالقليل ان احنا ندعم. صح احنا في ياتنا ما شاء الله دعم من القطاعات، جمعيات نفع العام، سواء البنوك، دعم مادي، ولكن نحتاج اكثر لان هي مثل ما انت قلتي الاستدامه، واحنا ما نعرف احنا راح نحتاجها السنه او راح نحتاجها سنوات. نعم فلازم يكون في تبرع من اولياء الامور، من الكل، من المجتمع. وفي عندك الرابط اللي هو رابط اللي يسمونه المتطوع المتخصص، اللي هو مثلا يكون دكتور علم نفس، يكون مثلا اخصائي نفسي، انه هو يساهم في نشاط يعني في دعم هذه الحمله النفسيه. نعم ولو مثلا تكون الجلسه الاولى الثانيه مجانا، ولكن سيتم طبعا تغطيه تكلفه كل معاق، ولكن نحتاج الى انه بعد يكون في متطوع متخصص يشارك في الرابط. نعم نعم اكيد هذا المجتمع ندعم. نعم. هذه الحمله. نعم واحنا اكيد ندعمكم في وزاره الاعلام وتسليط الضوء على هذه الحمله المفيده الصراحه اللي قاعده تقدم دعم كبير. وزاره الاعلام داعمين جدا. شكرا لك استاذه، ومعروف لاهل الكويت فزعاتهم ووقفاتهم، والتاريخ يشهد لهم بمواقفهم الايجابيه. شكرا لك على هذه المداخله، وموفقين يا ربي منها للاعلى. وراح ننتقل معكم مشاهدينا الى فقرتنا القادمه، الامور القانونيه جدا مهم ان احنا نثقف نفسنا فيها. راح ننتقل معكم الى فقرتنا القانونيه مع المحاميه حوراء الحبيب، تابعوها. يا هلا فيكم مشاهدينا الاعزاء في الفقره القانونيه، برنامج شاي الضحى، ومعاكم المحاميه حوراء الحبيب. امس جاء الاتصال من موكل، وكان الموكل متضايق جدا لانه فجاه خسر مبلغ من المال كان هو يجمعه من فتره سابقه،
لما سألته شو اللي صار وياك يقول أنا جمعت فلوس على مدار 10 سنوات سابقة وجيت بتوقيع واحد على ورقة واحدة خسرت المبلغ كله. سألته شو اللي حصل معاك قال لي بأن كان هناك شركة تعاقد معاها على أساس أنه يشتري شاليه ويسلمون الشاليه بعد سنة من تاريخ التعاقد. للأسف اكتشف بعد فترة أن ما في ولا طابوقة انبنت في المكان نفسه وما استلم أي شاليه. يقول أنا كنت أحلم أن هذا الشاليه كان راح يجمعني أنا وعيالي وكنت أنا يعني راح استانس على أساس أني أنا أنجزت شيء بالفلوس اللي أنا جمعتها، لكن للأسف طارت فلوسه وطار الشاليه وما حصل أي شيء. النصب العقاري مصطلح نسمعه بالفترة الأخيرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية. النصب العقاري له عدة وسائل احتيالية وعدة أشكال، ولكن خلوني أشرح لكم الشكل الأساسي والمهم اللي إحنا نسمع فيه دائماً. أحد أشكال النصب العقاري مثلاً في حال أنت اشتريت عقار، سواء كان هذا العقار عبارة عن شقة في عمارة أو كان شاليه أو كان بيت، وكان في شرط أنه يكون التسليم بعد فترة من الوقت حتى يتم بناء هذا العقار وتسليمه لك جاهز على المفتاح. تنصدم بعد فترة بأن الشركة اللي أنت تعاقدت معاها للأسف تطلع شركة مارست عليك النصب العقاري وما وقعت بس معك أنت ولكن وقعت مع مئات الأشخاص، وكانت هذه العقود كلها لم يتم تنفيذها وعقود تعتبر عقود وهمية. طبعاً الكثير سألني شنو يسوي إذا وقع ضحية النصب العقاري أو إذا تم النصب عليه من قبل إحدى الشركات اللي وعدته أن تسلم الشاليه أو تسلم الشقة أو البيت ولكن للأسف ما التزمت في التزامها. اليوم طبعاً أول إجراء يتبادر إلى ذهن أي شخص أنه يروح يقدم شكوى نصب واحتيال في إحدى المخافر، ونعم تقديم الشكوى مو شيء صعب لأن الطبيعي بأن الدولة راح تشكي كل شخص يتقدم بشكوى ولابد أن تمشي إجراءات التحقيق كاملة، ولكن أنا عندي مشكلة وهذه أول عقبة نواجهها في القانون نفسه. ليش؟ لأن المادة اللي تعاقب على النصب والاحتيال تفترض بأن تكون هناك شركة وهمية، وللأسف النصب العقاري الآن يمارس من أغلب الشركات اللي عندها ترخيص في وزارة التجارة. يعني لما أنت اليوم تشتكي عن طريق المخفر وتقدم شكوتك بس تروح المحكمة الشكوى يكون توجه القضاء بأن يتم النظر إلى هذا النزاع على أنه هو نزاع مدني وبالتالي يحولونك للمحكمة المدنية. طبعا يستند هذا الحكم على أنه بما أن هناك شركة لديها ترخيص في وزارة التجارة وأن هناك تعاقد إذا المسألة تعتبر إخلال بعقد اتفاق وليس نصب. هذا اللي طبعا يجعل الكثير من أصحاب الشركات اللي تمارس النصب العقاري تفلت من العقاب الجزائي. طبعا احنا نتمنى بأن يتم تعديل المواد القانونية حتى لا يفلت أي مجرم في أي مجرم يمارس هذا العمل من العقوبات الجزائية، وحتى تكون العقوبات الجزائية لا بالمرصاد ويتم الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم. مو معنى هذا الكلام أنك ما تقدر تأخذ حقك، لأن القانون موجود ولابد أنه يطبق على كل مسيء ومن يستغل استخدامه. لذلك أنت تستطيع أن ترفع دعوة فسخ عقد الاتفاق والطالب بمبلغ اللي أنت دفعته بالإضافة إلى التعويض المادي والنفسي لجبر الضرر الذي وقع عليك. وهذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. كذلك في صورة ثانية من صور النصب العقاري، اليوم إذا أنت كنت مالك وكنت قاعد تبني بيتك لابد أنك أنت تلجأ إلى شركة مقاولات حتى يعني تبني هذا البيت. غالباً الآن متعارف عليه بأن الشركة هذه قد تأخذ المالك إلى عدة شركات أخرى عن طريق كوسيط لهذه الشركات، وكذلك في مقابل ذلك قد تأخذ عمولة. هذه العمولة طبعاً مادية، اليوم شركة المقاولات لما تأخذك وتوصلك إلى شركة أخرى للتعاقد هي ما يهمها في النهاية ما إذا كانت هذه الشركة شركة جيدة أم غير جيدة، المهم هي العمولة. الكثير وقع ضحية لهذا الأمر كذلك لأن بعض الملاك اشتكوا من أن الشركات اللي يتعاقدون معها عن طريق شركة أخرى وسيطة تكون هذه الشركات قد نصبت عليهم وما وردت لهم الأمور المتفق عليها. مثلا أنت رحت تعاقدت مع شركة تكييف أو شركة ألمنيوم عن طريق شركة وسيطة واكتشفت بعد فترة بأن هذه الشركة ما وردت لك المكاين أو ما وردت لك المواد اللي أنت اتفقت عليها، بالتالي ما عندك إلا أنك أنت تلجأ إلى القانون عشان تأخذ حقك، فتروح ترفع قضية الغش التجاري وبالتالي يتم التحقيق فيها. في هذه الحالة أنت تقدر تدخل الشركة اللي هي شركة المقاولات اللي كانت دورها وسيط وسهلت عملية الغش الذي وقع عليك، تقدر تدخل هذه الشركة لأنها تعتبر شاركت في ارتكاب هذه الجريمة.
طبعا احنا ننصح بان يتم مراجعه كل العقود اللي تبرمونها مع اي شركه تجاريه او شركه مقاولات عامه، لان هذه العقود لابد ان تكون مراجعه من قبل المتخصصين في القانون علشان لا تقع ضحيه اي بند فيها ممكن يستغلك فيها صاحب الشركه. كذلك الشركات التجاريه عباره عن سمعه، اسال وتاكد بان الشركه اللي انت قاعد تتعاقد معاها او قاعد تشتري منها عقار أو تطلب منها خدمة أن هذه الشركة تكون شركة موثوقة وما عليها أي مشاكل. أنصحكم بمراجعة العقود اللي تبرمونها مع الشركات التجارية عشان ما تقعون ضحية أي بند فيها ممكن يستغلكم صاحب الشركة أو يمارس عليكم أي نوع من أنواع النصب. كذلك الشركات سمعة، سألوا عن كل شركة تتعاقدون معاها في السوق، أكيد إذا سألت ما رح يخيب ظنك وما رح تقع ضحية للنصب العقاري. إن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمتها لكم اليوم مفيدة، وإن شاء الله ألاقيكم في فقرات قانونية قادمة. من خلال برنامج شاي الضحى تطرقنا الكثير من المواضيع اللي استجدت علينا في الآونة الأخيرة نظراً للظروف المرتبطة بكافة إجراءات كوفيد-19، سواء كانت على الصعيد الصحي أو النفسي أو الاجتماعي أو حتى المادي. اليوم رح نتطرق لفئة جداً مهمة وعن كيفية تقبلها وتعايشها مع الأوضاع. اليوم معنا في هذا اللقاء الأستاذة خديجة إبراهيم بوعباس، اختصاصي علاج اضطرابات النطق واللغة والبلع في مركز لذوي الاحتياجات الخاصة. صباح النور، حياك الله معنا في شاي الضحى. صباح الخير، الله يحييك. بداية أستاذة، حابين تعرف أكثر على ذوي الاحتياجات الخاصة وشنو هي الفئات اللي يشملها؟ ذوي الاحتياجات الخاصة فيه أكثر من مفهوم لتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة. هم أشخاص يكون عندهم صعوبات أو إعاقات مختلفة تقيدهم أو تقيد الفانكشنز في حياتهم، فما يقدرون أن هم يكون عندهم فرص نفس الأشخاص الآخرين أو يتعلمون مثل الأشخاص الآخرين أو يعيشون حياتهم مثل الأشخاص الآخرين. ممكن تكون الإعاقات هذه إعاقات جسدية، ممكن تكون إعاقات ذهنية، ممكن تكون إعاقات نفسية، أو ممكن تكون إعاقات لغوية، وهي اللي إحنا أكثر شيء متخصصين فيها في مركز Let's Speech، اللي هي تكون إعاقات أو اضطرابات في التواصل والنطق واللغة. نعم. طيب أستاذة، في ظل الظروف الراهنة اللي إحنا نعيش فيها وخصوصا بداية أزمة كوفيد-19، كثير من الأشخاص حتى الأصحاء والطبيعيين واجهوا صعوبات كثيرة في تقبل الأوضاع الراهنة، والأمور اللي واجهوها طبعا كانت منها التعليم وغيرها، ولكن خلينا نتكلم أكثر ونخص إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بداية استيعاب الموضوع، شنو هي أبرز الأمور والظروف اللي مروا فيها؟ صحيح، مع الأسف هذه الفئة كانت شوية مو ماخذة حقها عندنا بالمجتمع بهذه الفترة خصوصاً. هم من الأشخاص اللي وايد تأثروا، بس مع الأسف ما يقدرون يوصلون صوتهم، ما يقدرون يتواصلون بالطريقة المناسبة أن هم يوصلون شنو اللي قاعد يعانون منه مثل الأشخاص الآخرين. فتلقين مثلاً إحنا كلنا نقول أن إحنا متضايقين، نفسيتنا تعبانة، منحرمين من أشياء يعني كانت بالنسبة لنا أشياء متوفرة بشكل يومي. فلما نحن نشوف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، هم شنو نحرموا منه؟ نحرموا من وايد أشياء وما يقدرون يعبرون عنها، مثل المدرسة، مثل النوادي، مثل حتى أن هم يكون عندهم روتين ثابت يسوونه كل يوم يخليهم يحسون أن هم قاعد ينجزون. فهذه من الأشياء اللي هم نحرموا منها. نحرموا من التواصل مع أصدقائهم، هذه أشياء بسيطة هم مو قادرين يسوونها، مو قادرين حتى يعبرون عنها. نعم نعم، والتعبير عن أي مشاعر هي من الأمور اللي جدا مهمة تخلي الإنسان ممكن إنه يفضفض، لكن شنو هي الطرق اللي ممكن يعبر عنها ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا مشاعرهم، انزعاجاتهم والمواقف حتى اللي يمرون فيها؟ في أكثر من طريقة هم يعبرون فيها عن مشاعرهم إذا ما قدروا يعبرون بالكلام. بعض المرات نلاحظ أن الأشخاص صاروا عصبيين أكثر، مزاجيين أكثر. ممكن لاحظنا أن في وايد أشخاص جاءوا للعنف أو للتكسير، للصراخ، العصبية، أو
يعني حتى في بعض المرات يصير معاهم ديبريشن أو الاكتئاب، أو حتى ممكن أنهم يرفضون أنهم يأكلون، يرفضون أنهم يسوون أبسط المهام اليومية اللي المفروض أنهم يسوونها بالأيام العادية. بعض المرات بس يتجنبون حتى أي شخص حوالينهم يكلمهم، فتلقينهم بس يكونون في عالمهم الخاص، يحاولون أنهم هذه طريقة من طرق التأقلم. فإحنا لما نشوف الشخص قاعد يعاني أو قاعد يسوي هذه الأشياء، خصوصا كان طفل عنده احتياجات خاصة أو عنده اضطرابات ومشاكل، أو شخص كبير، ما يصير إن إحنا مثلاً نقول إنه هو مزاجه مو زين أو هو يمكن في شيء. هو أكيد في شيء، بس إحنا لازم نتفهم شنو اللي قاعد يصير، هو شنو اللي نحرم منه بهالفترة هذه، وهذه فترة طويلة جداً نحرم من وايد أشياء وما حد قادر يفهمها أو يكون مثلاً المتحدث عنه أو يفهمه شنو اللي قاعد يصير. نعم، أو يكون في تعويض عن هذه الفترة اللي مروا فيها. يمكن بالنسبة للطلبة الأصحاء اليوم التعليم عن بعد، وهذه فعلا قاعدين نلاحظها في هذه الأيام، العديد من المؤسسات والهيئات التعليمية توجهت إلى هذا التعليم، وهذا طبعا هو الحل المتاح في هذه الفترة. لكن بالنسبة لإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل يعتبر التعليم عن بعد مناسب لهم؟ وايد قاعدة أسمع كلام في هذا الموضوع، منهم اللي يقول أنه راح يكون صعب، منهم يقول مستحيل، وفي بعض الناس تقول خلونا نجرب. بالنسبة لك أستاذة، شنو هو الحل المتوفر؟ أحب أبدي أول شيء وأقول أن التعليم للجميع، التعليم حق من حقوق الإنسان، وأي شخص يعني يستحق هذا الحق البسيط أنه هو يحصل على التعليم والتعليم المناسب. بهذا الوضع إحنا ما نقدر نعرف إذا الشخص كان يقدر على التعليم أونلاين أو لا إذا إحنا ما جربنا، خصوصا مع الاحتياجات الخاصة. إحنا بمركز Let Speech صار لنا تقريبا أكثر من سنتين نقدم العلاج عن بعد، سواء كانوا الأشخاص مسافرين أو عندهم صعوبات ما يقدرون يوصلوا لنا للمركز، إحنا نستخدم معاهم العلاج عن بعد. يعني لأنه شيء وايد مهم من قبل COVID-19. من قبل أنتوا خدتوا هالتجربة؟ أي نعم، من 2018 إحنا نقدم العلاج عن بعد والعلاج أونلاين للأشخاص، لأنه ضروري إن هم يعني يستفيدون من هذه الخدمات وهذه يطورون من مهاراتهم. فإحنا إذا وقفنا عنهم هذا الشيء لأي ظرف كان، إحنا هني قاعد نحرمهم من أشياء بسيطة. فخلنا ننتقل مثلا للتعليم. التعليم ما يختلف جدا عن العلاج عن بعد باستخدام التقنية، نفس التقنية قاعد نستخدمها اللي هي الفيديو تيليكونفرنسينج أو الفيديو كولز. فلما نشوف أن الأطفال الصغار من عمر 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات قادرين أن هم يقعدون خلينا نقول مدة معينة مع استخدام الأنشطة المناسبة والأكتيفيتيز اللي تكون انتراكتيف تفاعلية أكثر، نشوف أن هم يقدرون يقعدون. فإحنا لما نستخدم طريقة مناسبة لزيادة الأتنشن أو اكتساب تركيزهم معنا، نشوف أنهم يقدرون يقعدون. فليش لا ما يقعدون لما يكون في مدرسة أو لما يكون في تعليم؟ صحيح راح يكون صعب، مو شيء سهل، وصعب عليهم، صعب على الأهالي، صعب حتى على المدرسين والمدارس. بس مع التدريب الصحيح للمدرسين والتوجيه لأولياء الأمور أكيد راح يقدرون. نعم نعم، وأكيد مع اختلاف نوعية هذه الإعاقات و كيفية تلقي التعليم يختلف طبعا طرقها وأساليبها بالنسبة للتعليم عن بعد، لكن هل ممكن أن هو خلينا نقول يغطي احتياجاتهم، وخصوصا مثل ما أنت عارفة أستاذة تشمل هذه الإعاقات في مختلفها، إعاقات ذهنية ممكن تكون خلينا نقول مكفوفين وغيرها، شو ممكن يتفاعلون معكم بالتعليم عن بعد؟ إن هذا سؤال يحير كثير من الأشخاص، إن شو ممكن يوصل لهم هذا التعليم إذا ما كان مثلا على أرض الواقع ممكن هو يتفاعل أكثر فيها. طبعا أنا بتكلم الحين من ناحية العلاج عن بعد. نعم. اللي هو نستخدم فيه نفس التقنية. فإحنا لما استخدمنا العلاج عن بعد استخدمنا أنشطة تفاعلية، فتخلي الطفل أو تخلي الشخص يندمج مع الجلسة أو حتى مع الكلاس إذا نبي نسميه، باختلاف الكاركترستيكس أو الصعوبات اللي الأشخاص يعانون منها. فعندنا أشخاص ممكن يكون عندهم صعوبات بالسمع، صعوبات بالنظر، فإحنا بهالحالة
لازم نعرف قبل ما ندي هو شنو عنده من مشاكل، شنو عنده من صعوبات، عشان نقدر نهيئ له الجو المناسب حتى لو هو كان بالتعليم عن بعد أو بالعلاج عن بعد. خصوصا مع ذوي الاحتياجات الخاصة لازم نعرف هما شنو الصعوبات اللي يعانون منها عشان نقدر ان احنا نسوي نفس الكستمايزيشن حق الكلاس مالهم حتى لو كان أونلاين. فممكن ان احنا نقلل عدد الأطفال في الصف أونلاين، ممكن ان احنا نسوي جروبات أصغر أونلاين، ممكن ان احنا نستخدم أنشطة تشدهم باستخدام الشخصيات المناسبة لهم أو شخصياتهم المفضلة. ممكن إذا كان مثلا عنده صعوبات بالسمع ممكن ان احنا ما نحط له سماعة أو نخلي الصوت يكون واضح. إذا عنده مثلا مشاكل بالنظر مهم انه يكون لابس نظارته دائما، يكون الجهاز على بعد مناسب منه. فنقدر ان احنا لما نعرف شنو الشخص يعاني منه ان احنا نسوي كاستمايزيشن على اساس نهيئ الكلاس والتعليم عن بعد للشخص. نعم بالتأكيد. وأنا أقول سؤالي القادم هو في المفروض يكون نوع من التفاؤل، لأن الأهل يقدرون يوصلون حق اللي يبون عيالهم، خصوصا في دورات تقدمونها ورش عمل يقدمها المركز للأونلاين، خلينا نقول ممكن تحقق مبدأ التعليم عن بعد. ودي أتكلم أكثر أو تحثينا عن هذه الدورات والورش وشون تمت واتفاقكم مع الأهل أكيد وترتيبكم وياهم. طبعا احنا بمركز Let's Speech من بداية الأزمة نقدم محاضرات للعامة مجانية وموجودة على الويب سايت مالنا، الكل يقدر انه يدخل عليها ويشوفها، وهذه المحاضرات جدا مفيدة نتكلم فيها عن مهارات القراءة والكتابة وعن اشياء كثيرة منها العلاج عن بعد واستخدام التقنية هذه، وحاطين امثلة وايد ان شلون احنا ممكن نخلي الجلسات او الكلاسات تفاعلية، شنو الأنشطة اللي ممكن إحنا نستخدمها. وهم بالمحاضرات هذه نتكلم عن أهمية العلاج عن بعد أو التعليم عن بعد، وشنو الأبحاث الموجودة حالياً اللي تثبت إنه مفيد وممكن يكون ما يقل عن جودة الجلسات الشخصية بالمركز. ففي أبحاث موجودة تثبت إن العلاج عن بعد أو أونلاين مفيد إذا إحنا استخدمناه بالطريقة الصحيحة وعرفنا شلون نتعامل مع الأشخاص عن بعد. نعم، اليوم خلينا نقول التعليم عن بعد أو حتى العلاج عن بعد كسر كل القواعد اللي كنا نسمعها قبل، إنه ما نقدر نشخص الحالة إلا إذا شفناها، ما نقدر نوصل المعلومة أو نعالج إلا إذا شفنا الحالة. لكن اليوم العلاج عن بعد أثبت إنه هو خلينا نقول ما ممكن انه يحل 100%، ولكن انه هو جدير بالثقه، ممكن انه هو يغطي الاحتياجات في هذه الفتره اللي احنا نعيشها. لكن ايضا اليوم احنا نعيش في ظروف استثنائيه، ممكن احنا شلون نشجع الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه انهم يلبسون الكمام، يبتعدون عن القلق، خصوصا اليوم عندنا احنا اجراءات وقائيه لابد ان الكل يتبعها. فاليوم هذا الشيء ايضا متعلق باخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه، ودي نتكلم اكثر عن هذا الموضوع، منها ايضا تثقيف للمجتمع استاذه. صحيح، طبعا هذا الشيء وايد صعب ان احنا نخلي الاطفال يلتزمون بمثلا التباعد الاجتماعي او لبس الماسك والكمام وحتى الفيس شيلد. فاحنا واجهنا هذه الصعوبه اول ما رجعنا للجلسات الشخصيه حق الحالات اللي جدا شديده، بس كان لازم ان احنا نلتزم بهذه الاجراءات عشان سلامتهم وعشان سلامتنا احنا. فاللي سويناه مع الاطفال ان احنا اخذنا لهم مثلا الماسكس اللي تكون عليها اشكال او الفيس شيلدز اللي هم يكون عليها شخصيات. ممكن من الاشياء اللي احنا نسويها معاهم ان نخليهم هم يزينون الماسك ويحسون ان هذا شيء لهم هم. الأطفال، أنا قاعد أتكلم عن الأطفال اللي جداً صغار، خلينا نقول 3 سنين 4 سنين، فممكن نخليهم هم يزينون الماسكس والفيس شيلد بالألوان اللي يحبونها بالشخصيات اللي يحبونها. ممكن حق الأعمار اللي أكبر إن إحنا نستخدم كلام مبسط، وحتى حق الصغار يفهمون إن إحنا نقول لهم إن هذا حقكم علشان أنتوا ما يحوشكم المرض، عشان أنتوا تكونون سيف. فممكن إحنا نستخدم كلمات بسيطة ونشرح لهم ان احنا لازم نلبس هذا الماسك لما نطلع برا البيت. ممكن ايضا ان احنا نعطيهم ريورد او مكافاه، اذا انت لبست الحين راح اعطيك مثلا ستيكر او راح اعطيك مكافاه. بالاخير طبعا يتفقون مع الطفل شنو المكافاه اللي هو ممكن يحبها. هذه شغلات جدا تساعد. احنا هم من الاشياء اللي لاحظناها ونفعت مع الاطفال ان احنا نبدي بالتدريج، فنبدي مثلا بالبيت
ان الطفل يلبس الماسك بالبيت ثواني ويفسخه، يلبس الفيس شيلد ثواني ويفسخه، بعدين ممكن احنا شوي شوي نزيد المده. من الاشياء الضروريه ايضا ان الكبار هم يلبسون، لان الطفل يقلد ويحب يقلد الام والابو، دائما يتعلم منهم، فلما يشوف امه وابوه لابسين الماسك والفيس شيلد هو هم راح يقلدهم، لانه راح يحس انه هو مسؤول مثلهم. الطفل بطبعه يحب انه هو يتحمل المسؤوليه ويحب انه هو يقلد الكبار، فليش ما نخليه يقلد الكبار بشيء مفيد. نعم، هذا بالنسبة لي خلينا نقول التزام بالإجراءات الوقائية والصحية، لكن أيضا هل الأطفال التوحد واللي عندهم تأخر بالنطق أيضا ممكن يتعلمون هم يلبسون الماسك وغيرها من الأمور الصحية؟ لأن أحس أن الطريقة صعب أنها توصل لهم، هل في أمور معينة ممكن الأهل يسوونها أن يقدرون يقنعونهم فيها أو يفهمونهم الموضوع هذا أكثر؟ صحيح، الأطفال اللي معاهم توحد أو معاهم أي صعوبات أخرى واضطرابات لغوية ممكن يكون صعب إن إحنا نفهمهم نفس الأشخاص أو الأطفال اللي they're developing typically أو قاعد يكبرون بشكل تقليدي، فإحنا نستخدم أدوات مختلفة عشان نشرح لهم، مثلاً نستخدم صور، نستخدم فيديوهات، نستخدم بعض الألعاب. يعني إحنا من الأشياء اللي سويناها إن خلينا الألعاب عندنا أيضاً يلبسون الفيس شيلد، يلبسون الماسك عشان الطفل يفهم ويتعلم. نستخدم بعض القصص اللي إحنا سويناها من عندنا بالمركز عشان نشرح للطفل ليش إحنا قاعد نلبس ماسك الحين، حتى هو الطفل لما قام يجي عندنا يشوف إن حتى إحنا لابسين، فهذا شيء غريب ويديد عليه، فلازم إحنا نشرح لهم باستخدام قصص مبسطة، فيديوهات، وحتى صور بسيطة، خصوصاً للأشخاص أو الأطفال اللي معاهم توحد يفهمون أكثر ويساعدهم لما إحنا نستخدم صور وفيديوهات. نعم أستاذة خديجة أبو عباس، نورتينا اليوم في شاي الضحى، شاكرين جداً على هذه المداخلة وعلى الأمور الإيجابية اللي ذكرتيها في هذا اللقاء المميز، كل الشكر لك. أشكرك. يعطيك ألف عافية، وفعلا يعني حلو أن احنا نلقى الأشخاص اللي يأخذون بيدنا، خصوصا بهذه الفترة الحساسة اللي احنا نعيش فيها، نتجاوز إن شاء الله بإذن رب العالمين هذه العقبات وهذه الأزمة على خير. بكذي نكون وصلنا معكم للختام، وأقول لكم مع السلامة.